يكون. يوسف ما بعدو لي. يلا بسرعة كلنا برا بسرعة يلا بسرعة تحركوا. أمي يلا طيب ارجعي هون لبرا. لك شو بكون ليش وقفتوا؟ هيك عمو غسان انور جوا. خلص انا رح فوت شوفه. اطلعوا اطلعوا يلا طيب. امشي غسان يلا لازم نطلع. لوين رح تفوت؟ روحي هلا يلا تعال هلا بلحقك. روحي روحي غسان لازم نطلع. أنوار 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 ديما ديما أنوار الحمد لله على سلامتك. أنوار أنت منيح؟ إيه منيح لا تخافي. وغسان وينه؟ ما شفته ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ هو فات لجوا لحتى يساعدك. ما بعرف لأنه أنا طلعت من الشباك. لك شو عم تحكي أنت؟ يا الله غسان لا مو معقول. ياسمين معقول يكون عليك شو؟ ما بعرف يا ربي دخيلك وينه؟ لك أنت شو عم تعمل يوسف؟ لازم روح ساعده لغسان. يوسف تعال لك لك يوسف اسمع. يا ويلي غسان غسان يا الله غسان يا الله لك كيف ما شفته انت كيف غسان جا غسان 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 يلا يلا قوم رح نوصل يلا 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 غسان عمر رفيف امي بابا ليس انتو مناح؟ انا ما قلت لك خليك بالبيت ليش اجيت لهون هلا؟ انت اللي عملتها ما هيك؟ بس دقيقة شو عمل؟ هو اللي حرق لي البار بالله؟ روح البيت يلا غسان حاول انك تتحمل شوي يلا يوسف طلع طلع غسان 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 رد علي حطه على الارض بعده شو صاير له غسان يا الله نهى رد علي الشي اللي صار بهي الليلة هو حريق خلى كل الناس يناموا وهن مرعوبين خفت عليك ولما يطلع خفت ما اشوفك مرة تانية انه في جزء من المصابين قدروا ينفذوا وفي منهم كانوا جرحى وحالتهم خطرة وفي منهم قدروا ينفذوا بصعوبة كتير كبيرة غسان رد علي انا جاية معكم وفي جزء منهم مع الأسف ما قدر ينفد ورح يكتبوا بنفس الوقت عن الرجال اللي عرض حياته للخطر لحتى ينقذ جاره من الموت حتى بدون ما يفكر بالقصة رح يعظموه ويمدحوا فيه
بس ما في حدا رح يجرب يسأل شو السبب وراء الشجاعة والخطوة اللي عمل. سمعنا أنه حضرتك اللي فتت وساعدت الزلمة، طيب ما خفت تحترق بالنار؟ طبعاً، لأنه ما في حدا بيشك بالبطل أبداً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.